وقد ذكر صاحب مجاني الأدب أن رجلاً كان تاجراً في بغداد وكان له مال وليس له إلا ولد وحيد، لا يوجد عنده ولد إلا هو، وكان من عادة التجار قديماً أن يسفروا أبناءهم لتعلم التجارة في بلاد الهند والسند كما يقولون، وهو في بغداد، فينتقل يشتري له سفينة وخدما وحشما وبضائع ويعطيه قيادة تلك السفينة، يتاجر ويرجع حتى يكون ذلك سببا في تكوينه وتمرسه على التجارة. كانوا يفعلون ذلك جميعا، فذلك التاجر سفر ولده وقد اشترى له سفينة وعمرها بالبضائع النفيسة واستخدم معه في سفينته من كان يخدمه ويسير السفينة من خدم وحشم وأعوان، فإذا بهم يسيرون 9 أيام ولياليها في هناء واطمئنان والبحر هادئ، ما إن مر اليوم 9 حتى تغير الجو واضطرب البحر وهاجت الأمواج وصعدت تعلو وتنزل بتلك السفينة، فإذا بقوة الموج يضرب السفينة فتتكسر أجزاء وذهبت تلك البضائع وتناثرت تلك النفائس ومات كل من في السفينة إلا ذلك الفتى الذي تشبث بخشبة من السفينة فصعد به الموج ونزل وصعد به ونزل مدة إلى أن رماه على شاطئ جزيرة في أسوأ حال، تمزقت ثيابه لا شيء عليه وكان في حالة يرثى لها، فلما وجد نفسه على الشاطئ بقي مدة وهو في غيبوبة ثم أفاق، فلما أفاق سمع من يأتي من بعيد، كان هناك طبل وكان هناك أصوات فرح واحتفالات تقصده في مكانه ذاك على الشاطئ، فجاء أهل تلك الجزيرة وصلوا إليه فأخذوه وألبسوه لباسا من أروع اللباس، حريرا واستبرقا وذهبا وفضة وتاجا، وملكوه وهو في حيرة من أمره لا يدري ما يفعل به، فدقت الطبول أمامه ومشوا بالموكب ودخلوا القصر قصر المملكة، فلما دخلوه أجلسوه على كرسي الملك وملكوه عليهم وهو حائر، ومن حواليه الوزراء والأمراء المستشارين وأصحاب المقامات والمكانات وشيخ أيضا وقور كبير السن جالسا بعيدا هناك، فلما انفض مساء انفض المجلس وهو لا يدري ما يقول، قال لذلك الشيخ الوقور انتظر أنت أريدك، فخرج الموكب كله الناس الذين كانوا يجالسون وبقي مع الشيخ، قال سألتك بالله ما هذا الذي وقع، أنا جئت من بعيد ورمتني الأمواج ولا أعرفكم ولا تعرفونني، فلماذا فعلتم بي هذا؟ قال له يا هذا إن هناك تقليدا وعرفا في هذه الجزيرة أنهم في كل 3 سنوات في مثل هذا اليوم الذي جئنا إليك فيه يقومون باستقبال أول من يأتي من البحر فيملكونه عليهم ويبقى 3 سنوات، فلما تنتهي 3 سنوات يسحبونه من رجليه ويرمونه في قارب ولا يكون معه إلا 4 جنود لا أكثر ولا أقل، ويذهبون به بعيدا إلى جزيرة لا ماء فيها ولا حياة ولا يجد شيئا فيها إلا أن يموت صبرا، والموت صبرا هي الموت جوعا وعطشا، قالوا لا يجد فيها شيئا، هكذا نفعل بملوكنا على الدوام في كل 3 سنوات. قال فقال له بماذا تنصحني؟ قال إن كنت تستنصحني أنصحك، أنت الآن بدأت عهدتك والمال في يدك
والخدم والحشم والجنود يأتمرون بأمرك. مرني أهيئ لك في تلك الجزيرة التي سترمى فيها يوما بعد 3 سنوات، أهيئ لك فيها بئرا أو آبارا أحفرها، وأغرس لك فيها شجرا، وأربي لك فيها ألوانا من الطيور والحيوانات، وأهيئ لك دارا، وأوجد لك عقارا، وأهيئ لك أسباب الحياة. قال له فعل، وأعطاه كامل الصلاحيات. قال مرت تلك 3 سنوات وهو في رغد العيش، ناس يأتمرون بأمري. فلما جاء اليوم الموعود دخل عليه الجنود الذين كانوا يأتمرون بأمره أمس، فسحبوه من رجليه من كرسيه، ونزعوا ثياب الملك عنه، ونزعوا تاجه وما يكون في يديه من ذهب وفضة، وألبسوه ثوبا باليا، وأركبوه على القارب، وحمله الجنود فرموه على تلك الجزيرة. قال فوجد ذلك الخير والنعماء التي هيأها له ذلك الشيخ، وجدها في أحسن حال، فبقي يقتات منها ويثمرها مدة من زمان، إلى أن جاءت سفينة مارة من بغداد فنزلت على شاطئ تلك الجزيرة، فركب معهم ورجع سالما إلى بغداد. هذه يذكرها صاحب مجاني الأدب، لكنها قصة رمزية. يقول إن ذلك هو حال الإنسان، يكون في بطن أمه في ظلمات بعضها فوق بعض، ويكون متماوجا بعد ذلك بالمخاض، يكون هناك 9 أشهر كتسعة أيام هادئة على أحسن وأجمل وأكمل ما يكون الهدوء، فلما يأتي المخاض يبدأ الإعصار داخل بطن الأم، فإذا بالعاصفة ترميه خارج بطن أمه إلى الدنيا على جزيرة وقد عارية من كل شيء. وأول ما يفعله كما بكى ذلك الشخص وهو على حافة الجزيرة يبكي الصبي الصغير فيستهل صارخا، قال فتأتيه الدنيا ويأتيه أهله وذووه فيلبسونه ثياب الدنيا الجديدة، ويبدأ في هناء ورغد عيش المدة التي كتبها الله وهو موجود في هذه الحياة. فلما ينتهي أجله ويأتي وقت انقضاء وجوده في هذه الدنيا يأتيه ملك الموت فيسحب منه حياته وينزع عنه ثيابه ويلبس الكفن ويحمل على نعش يحمله 4 كما حمل الجنود هؤلاء حملوا الملك السابق، حملوه إلى الجزيرة المهجور. قال هؤلاء الذين كانوا حوله من المستشارين والذين يتزلفونه وينافقونه ويتقربون إليه في أيام عزه ومجده، هؤلاء الدنيا والنفس والشيطان والغرور وما إلى ذلك من المتع والشهوات وأصحاب السوء وما إلى ذلك كثير، والشيخ الذي كان بعيدا لا يتكلم إلا إذا سأله هو القرآن الكريم، إن استشاره أشار عليه وإن لم يستشره سكت عنه. قال فلما استشاره أراه السبيل والطريق أنه يجب عليه أن يحضر في الجزيرة المهجورة، وجزيرته تلك هي الدنيا والجزيرة المهجورة هي القبر والآخرة. قال فلما هيأ الأسباب وأخذ برأي القرآن الكريم الشيخ الذي أشار عليه وجد نفسه بعد ذلك في فوز ونجاة وهناء، ولم يكن حاله حال الذين سبقوا من الذين غرتهم المتعة فنسوا المصير، فلما جاء المصير وجدوا أنفسهم في سوء حال ووجدوا الهلاك والضياع والضلال الذي ما بعده ندامة ولا تنفع فيه بعد ذلك رجع.
الله. والله